هنتكلم على هذا التقدير الدبلوماسي ورؤية السفير المصري لقرار النادي الأهلي، وقد إيه شايفه أنه ترجمة عملية فعلية لطبيعة العلاقة بين مصر وجنوب أفريقيا، وتقدير مصر وتقدير النادي الأهلي للأشقاء في أفريقيا، لأنه حتى هذا القرار لقي من التنمر من ناس غير مسؤولة وغير واعية وغير فاهمة وغير مدركة بلغة غريبة جدا، وكأنه مصر مش أفريقية. احنا دلوقتي اللي بقينا بنستكتر على نفسنا ان احنا نتعامل مع الاشقاء في القاره هيد تو هيد، راسا براس. لا، موسيماني مدرب كبير، السي في بتاعه عالي جدا، الحيثيات اللي المهندس عدلي اشار اليها، ضيق الوقت، الخبرات العاليه اللي عنده، خبراته في البطوله نفسها، درايته، الدرايه الكامله اللي عنده، وانا شخصيا بضيف عليها تقديره للنادي الاهلي. لأنه أنا في وجهة نظري الأندية الكبيرة اللي ليها ارتباطات كبيرة اللي يرتبط للعمل بتاعها لازم يملك قدرا من الحس العاطفي معاها. مانويل جوزيه ما نجحش إلا لأنه أحب الأهلي، أحب الأهلي فضحها واستحمل واشتغل بقلبه قوي. هيدي كوتي كان عنده نفس الحميمية، ديتريش فايس الألماني في علاقته مع الأهلي كان عنده هذا القدر من الحميمية. محدش هينجح بدون مشاعر، فبالتالي الراجل بقاله قد ايه بيغازل الاهلي وبيتمنى هذه اللحظه. النهارده هو في مطار جنوب افريقيا بكى وهو جاي. شوف انا هقول لك حاجه، حصل تواصل بمناسبه الاحترافيه، يعني سواء من اداره التعاقدات نهايه بالكابتن او بدايه بالكابتن الخطيب مرورا باداره التعاقدات، تواصل مباشر وكلام مع الراجل. اللي أقنع النادي الأهلي برئاسته أن الرجل عارف كل صغيرة وكبيرة عن الأربع فرق اللي في الدور قبل النهائي بتاع أفريقيا، يعلم كل لاعب في النادي الأهلي. هو مش هياخد وقت كبير بإذن الله. ثانيا طبعا